سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله يا رب تكونوا كامل بخير وعلى خير، ويدخل عليكم هذا الفيديو بالصحة والهنا والخير ان شاء الله. فيديو اليوم مختلف، فيه واحد الهمسة من القلب بالنسبة لطلبيات الحلويات، الخبز والأكل وللأعراس ولا كامل المناسبات بصفة عامة. حنحكي لكم التجربة تاعي وعلاش حبست طلبيات. حبستها يعني ما عنديش بزاف ملي حبستها، وقرار تاعي نهائي والحمد لله. بصح هذا الميدان فيه ربح كبير وفيه يعني حوايج ملاح وماشي ملاح على حسب الاكسبيريونس تاعكم، يعني التجربه تاعكم. حبيت نتقاسم مع خياتي الاخطاء اللي درتهم، الحوايج الملاح واللي ماشي ملاح اللي درتهم في هذا الدومين. هكذا لاي اخت مبتدئه حابه تسترزق من هذا الميدان ما تغلطش في نفس الاخطاء. فيديو راح نديره لكم من قلبي، حبيت نتقاسمه معاكم على جال انا ما بلقيتش اللي يقولها لي لا بروميير فوا، سي بور سا حبيت نقولها لخياتي ان شاء الله. اول حاجه هي حاجه شابه بزاف، هي رزق حلال الواحد يخدمه بعرق جبينه. يعني صراحه ما كانش كيما الحاجه اللي تخدميها بعرق جبينك، سورتو تخدميها من دارك، تخدميها في الحلال، يعني حاجه فريمون ما شاء الله، هي احسن خدمه يقدر يخدمها الواحد. بصح ليها واحد الشروط كيما راكو تشوفوا، راهو خبز قمح كامل وخبز مطلوع الكوشه. هادو ماني وجدتهم لسيدنا رمضان، ان شاء الله نديرهم في كونجيلاتور. وجدتهم غير البارح نص نهار وانا نعجن، فكنت عجنت الكامل الدوار كيما نقولوا. بصح طلبيات راني حبستهم. اول حاجه بديت بها البنات بديت بالخبز. الخبز كيما راكو تشوفوا مطلوع الكوشه، درت مطلوع الطاجين، كنت نعجن حتى 150 خبزه بصح درته صغير لينا. كنت ندير المطلوع الكبير، درت يعني خدمت مع لي بولونجري، خدمت مع الناس هنا في فرنسا، عندنا لو بون كوان، عندنا في الفيسبوك، عندنا وين تحبي تحطي، ولا دو بوش اوغي يعني تقول للناس هذا يقول هذا، تبروبوزي لي بولونجري للمخابز. انا هنا اللي درت هاد الصناعه الحمد لله، يعني بقرايتي بخدمتي بصح كنت نخدم غير نص نهار، كان عندي الوقت وفراغ. واي وحده فينا تحب دير شويه ذهب، تحب دير تطور في دارها، تعاون راجلها، تخلص كراها، اي وحده تحب هاد الحاجه. وانا نقول لكم صراحه خلصت الكرام الكاطو والخبز، تقدري ديري به ذهب، تقدري ديري به دار، ديري به طوموبيل، ديري به الحاجه اللي راكي حابتها. لازم برك تعرفي كيفاش تخدمي، تكوني ذكيه وما تخليش الغاشي يضحك عليك. هذا هو اول سر البنات. اول حاجه بالنسبه من اسرار هذه المهنه، تعرفي منين تشري السلعه تاعك. السلعه تاعك لازم تشريها من محلات اللي يبيعوا يعني بالجمله، ومنين تشري بسومه يعني رخيصه وكميه تكون كبيره. ثاني حاجه ما تروحيش تصرفي مصروفك انت كمبتدئه، تدي باغ اكزومبل مليون ولا زوج ولا شحال تدي، تروحي تشريهم كاع سلعه، لا لا، ديري غير شويه كميه قليله، بيان سور توزعيها على المحلات ولا توري للناس ولا طيبي غير شويه كيلو ولا باش تصوريه وتحطي في الانترنت باش الناس تشوف ولا تذوقي ناسك، ولا غير كميه قليله. وكي تجيك لا كوموند اللي تروحي تسلعي، ماشي تشوفي سلعه راهي اون بروموسيون ولا رخيصه ولا، تخسري كامل دراهمك وتجيبي بهم سلعه ومع الاخر السلعه هذيك بالك ما تتباعش، تعشي خاسره دراهمك ويطيح لك المورال. انا اول غلطه درتها هذه هي، كنت نشري سلعة. ثاني حاجة كي دومونديو لك الناس طلبيات، تبداي بحاجة قليلة كما أنا بديت بلي بتيت كوموند، بعد وليت ندير الأعراس، وليت ندير ديزانيفارسار، يعني طوري غير بشوية. المهم انت أي حاجة ما تعرفيهاش تقدري تعلميها من قبل. والشروط اللي تعاملي بهم مع الزبون، ما تعامليش بالحشمة كما أنا طفلة عاقلة صغيرة حشومة، كما كانت تقول لي صديقتي محجوبة الله يذكرها بالخير اللي نسلم عليها عبر هذا الفيديو، كانت تقول لي صاحبتي لازم ديما دوموندي للناس يعطوك أنا كونت، يعني يعطوك مبلغ معين مسبق، إما نصف الثمن ولا ثلث الثمن باش تشري به السلعة. بصح أنا كنت نحشم، كنت نقول معليش كي يجي يدي السلعة تاعو يخلصني هذاك الإنسان، معليش ما كنتش ندوموندي دراهم من قبل. هذا هو أكبر خطأ درته، كنت نشري سلعة من جيبي. بصح كاين بزاف ما شاء الله بزاف ناس ونحييهم عبر هذا الفيديو، درت لهم دي كوموند كبار تاع عراس تاع حفلات تاع اعياد وكامل تاع سيدنا رمضان،
ان شاء الله يدخل علينا وعليكم كامل بصحة ولهنا، بصح يجوا يدوا السلعة تاعهم يخلصوني. كاين ناس تخلصني من زيادة والحمد لله، بصح كاين ناس صدقوني تشري السلعة وتطيبي وتوجدي باسكو فلانة وفلانة تعرف فلانة وجارت فلانة وماني عارفة، ومع الاخر ما يجوش من بعد يدوا السلعة تاعهم، وكان اللي ديرنيغ مينوت تجي وتقول لك لا مازال ما خلصت من بعد نخلصها لك، من بعد روحي جري انتي موراها عوام. كاين الناس ما تخافش ربي، كاين الناس للاعراس، كاين الناس حتى الجنازات يديروا دي كوموند وكامل، ومع الاخر يخلصك غير النص، تقولك ايه ما عنديش درك لا كارت تبلوكات ولا ما على باليش ولا اجلي ما خلصش ولا ام بعد نكمل لك، ما نروحي انتي ولقايها. سورتو كي تخدمي في بلاصه وما تعرفيش الناس، يعني حتى الناس اللي تعرفيهم صراحه الناس ربي يهدي ما خلق، ياكلوا عرق جبين الناس وما يخافوش من ربي. دنيا رمضان، دنيا عيد، عواشر، جنازة، عرس، ما يخافوش من الذنوب البنات سب وخصة. نقول لكم نحو هذيك الحشمة، ما تكونوش كيما أنا، نحو الحشمة وقبل ما تديروا نيمبورت كال كوموند دومونديو على الأقل على الأقل ثلث ولا نصف تاع المبلغ. قول لهم ما عنديش باش نشري سلعة، تقول كاين اللي يقول لك، وكاين ساعات تجرأت يعني درت شوية كوراج وقلت لشي ناس يعني الله يهديهم أعطيني، تقول لك أنت الله يبركك خدامة، الكوموند ما مش يحبسو عندك وعندك باش تشري السلعه، ما بيناتنا عشان نعرفك وتعرفيني من بعد نجيبها لك وراح تلقايها من بعد. يعني كاين بزاف الناس غاسل وجوهها كيما نقولوا، الله يهدي ما خلق. وانا صراحه واش نقول لهم، نوكل عليهم ربي سيتو. اللي داها يعني اللي دا حاجه ماشي تاعو كيلو ربي، هذا ما كان والدنيا عواشر، مشي مليح ليا كل عرق جبين العيالات، يعني النساء سورتو مساكن كيشوفوها عاقله عقلة ضعيفة. وسورتو حاجة واحدة أخرى، البنات العرف اللي هي المعرفة، كسسوا تكون العفامي ولا تكون الجيران ولا صحابات ولا زميلات العمل ولا أي واحد حبي يدير عندكم كوموند، متخلطوش البنات، تقولش معليش معليش، بس كل يوم تبدأ معليش نهار تو معليش نهارين بعد طلع لك فوق ظهرك، مشي مليحة البنات هاد العقلية. المهم الخدمة خدمة والصحبة صحبة، ما لازمش تخلطوا البنات، بس اي وحده تخدم تكون عاقله مسكينه، تكون بنت فاميليا وتسلط عليها وحده، يعني واش نحكي لكم، الله الله تقول لك معليش صاحبتي ديري لي منا منا بعد نجي نخلص، كي نجي نخلصك ما عنديش الوقت باش نفوت منا منا، تي نورمال قولي لها ما عنديش باش نشري سلعه، شريت جا انفيستي مع باش نفكش حاجه و شريت سيدي حاجه ما عنديش هاد الماما باش نشري سلعه، لازم تعطيني اما نص باش نشري سلعه، معليش صحي وجهك خدمي وتقولي ليش نحشام هذيك اخت جارتي هذيك فلانه هذيك فلتانه، بس تحشمي اليوم تعشي غير انت اللي خاسره، وموراها يدوه باطل وياكلوه يقول لك ماشي مليح، حنا انت مال على هديتي. صراحه البنات انا احكي لكم من القلب، واليوم انا احكي لكم وانا نضحك، بس حكاين كاين نهارات وين طاحت دمعتي ووكلت ربي ان شاء الله نكذب عليكم ونقول لكم بلي هاد الدومين ساهل، بس هاد الدومين هو شخصية الإنسان، بصح صراحة تعلمت والحمد لله قويت شخصيتي، بصح الحمد لله اللي مشى إن شاء الله ربي يجعله لنا صدقة في سبيل الله. والناس كل واحد كلا عرق واحد، ربي يهدي ما خلق، ربي اللي سامح. أنا نقول لكم للبنات قبل ما تغامروا في هذا الميدان خاصك تصحي وجهك، خاصك تغسلي وجهك مليح مليح كيما هاد الناس اللي راح تخدمي معهم راهم ديجا غاسلين وجههم، لازم تكوني انتي تاني كيما هما، ما تحشمش فرضي نفسك. وانا صراحه من واحد الضربه صارت لي دغني وحلفت صراحه والله العلي العظيم بقيت ندير كومونت للمراه لو كنت تكون واش تكون، صراحه وليت نطيب لداري بزاف عليا والحمد لله، كونسونطري في خدمتي وفي قرايتي والحمد لله، وان شاء الله ربي يفتح عليكم كامل البنات يفرج عليكم. نقول لكم هذه مهنه شريفه البنات، ما تخافوش منها والله فيها دراهم، ديروا بها الذهب، ديروا بها الديار، ديروا بها اللي تبغوا، سورتو سورتو في سيدنا رمضان غير بالخبز شويه فارينه وخماره، والله كنت ندخل فايته 600 في شهر رمضان غير من مطلع، والبنات خدموا راهي خدمه شريفه، ان شاء الله ربي يعاونكم ويفرحكم كامل ان شاء الله وحده وحده، غير تهلاو في روحتكم وبالكوا على روحتكم، فرضوا شخصيتكم ودوا حقكم، تخلوش الناس تحشيها لكم، قال لكم خياتي نحبكم بزاف، ربي يستركم ان شاء الله، ربي يفرحكم ان شاء الله، رمضان يدخل عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله. سلام.